رحب بكم في السلطة الرابعة وإلى العناوين. في سبتمبر نت انتصارات متسارعة والجيش اليمني يعلن تقدمه نحو مركز البيضاء. على موقع يمن مونيتور المبعوث الأممي الجديد يملك أوراق حل الأزمة اليمنية. وفي العرب الجديد سرطان اليمن قاتل طليق وضحايا مهملون. البداية من البيضاء، حيث خصصت جميع المواقع الإخبارية اليمنية تغطية مكثفة لانتصارات الجيش الوطني فيها، ومنها موقع سبتمبر نت الذي تحدث عن انتصارات ميدانية للجيش الوطني وسط خسائر كبيرة للميليشيا الحوثية في البيضاء. إذن قال الموقع إن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية واصلت تقدمها الميداني في جبهات القتال المحيطة بمركز البيضاء، وأنها أيضا تمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر وتحرير مناطق الخلوة والروضة، وأيضا تواصل التقدم حاليا تجاه مدينة البيضاء. أشار الموقع إلى أن المعارك التي يخوضها الجيش ضمن عملية النجم الثاقب شهدت سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش كذلك من إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في ذات الجبهة. وقد أكد الموقع كذلك بأن قوات الجيش الوطني شنت هجوما خاطفا استهدف مواقع وتحصينات للميليشيا الحوثية في جبهة ناطع شمال البيضاء، وأسفر الهجوم عن مصرع أكثر من 11 حوثيا وجرح آخرين. امتحانات بلا تحصيل علمي، تحت هذا العنوان تحدث تقرير على موقع يمن شباب نت، تحدث عن التداعيات المقلقة والمستقبل المجهول للتعليم في مناطق الحوثيين. وقد قال الموقع بأن وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين في صنعاء كانت قد أعلنت عن تقدم أكثر من 463 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرتها، وسط حالة من الخوف والهلع بين أوساط الطلاب الذين يدخلون إلى قاعة الامتحان على واقع مدارس مغلقة طول أيام العام الدراسي. نقل الموقع كذلك عن نقابة المعلمين اليمنيين بأن الميليشيا الحوثية تقوم بتسييس العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، حيث تجري امتحانات لمساومة الطلاب على الذهاب لجبهات القتال مقابل منحهم نسب نجاح عالية. وسجلت منظمة سام للحقوق والحريات خلال العام الماضي سجلت نحو أكثر من 950 حالة انتهاك في العملية التعليمية، منها فرض جبايات مالية على الطلاب ومداهمة واقتحام مدارس وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى نهب المدارس وإغلاقها وتغيير أسماء المدارس بأسماء رموز دينية لجماعة الحوثي. وقد كشفت نقابة المعلمين اليمنيين من وثيقة تؤكد أن أكثر من 4000 طالب أعفتهم جماعة الحوثي من الامتحانات وجندتهم خلال عام 2015. موقع يمن مونيتور تحدث عن امتلاك المبعوث الأممي الجديد للعديد من الأوراق التي ستمكنه من حل الأزمة اليمنية، حيث قال الموقع إن هناك العديد من العناصر الجديدة التي ينبغي أن تساعد المبعوث الأممي الجديد في حل الأزمة اليمنية، منها المبادرة السعودية الجديدة التي شملت وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية وتخفيف القيود على الموانئ والمطارات، كما أيضا يمكنه الاستفادة من تعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لها إلى اليمن كأحد وسائل تنشيط عملية السلام، إضافة إلى البناء على الاتفاقات السابقة بين الأطراف اليمنية بما في ذلك نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاقية ستوكهولم. قال الموقع إن كل تلك المعطيات يجب أن تساعد المبعوث الجديد على التحرك في الاتجاه الصحيح المتمثل
في إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار المستدام وعدم السماح باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للمساومة السياسية، إضافة إلى استئناف البحث عن حل سياسي دون انتظار وقف إطلاق النار. أكد الموقع أيضاً أنه يجب فصل الصراع اليمني عن المحادثات الدولية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك لتجنب تعقيد الوضع في عملية غير مؤكدة وقد تكون طويلة. شدد كذلك الموقع على أن الخطوة الأولى الأكثر أهمية في عمل المبعوث الأممي الجديد هي البحث عن آراء اليمنيين أنفسهم. وفي الصحافة العربية، تحدث موقع العربي 21 عن أهمية عملية الجيش اليمني في البيضاء ومدى تأثيرها على المعارك أيضا في مأرب. قال الموقع أن أهمية الانتصارات التي حققها الجيش الوطني أو اليمني في البيضاء تكمن في تواجد أكبر معسكرات للحوثيين في هذه المنطقة التي كانت تدير من خلالها عملياتها العسكرية في المنطقة الجنوبية من البيضاء. الموقع أكد أنه كلما ضاق الخناق على مدينة مأرب، كلما حاولت القوات الحكومية أن تخفف من ذلك بفتح جبهات أخرى، فكانت الفرصة مواتية في البيضاء للعب هذا الدور. وأشار الموقع إلى أن المعارك في البيضاء تخفف من ضغوط الحوثي على مأرب والجوف، وتتآزر معها في تقوية الموقف التفاوضي للحكومة اليمنية في المفاوضات المتوقفة حالياً التي كانت تجريها الأمم المتحدة بشأن وقف الحرب في البلاد. ونقل الموقع عن محللين سياسيين بأن تفجر معارك البيضاء وتحقيقها تقدمات وانتصارات كبيرة سريعة يشير إلى تشكل معادلة جديدة وضربة عسكرية كبيرة لجماعة الحوثي، خاصة في المناطق المعادية لها ولمشروعها. وقد أكد أيضا الموقع أن معركة البيضاء فاجأت الحوثيين وأربكت صفوفهم، فمنذ اللحظات الأولى للمعركة قام الحوثيون بسحب الميليشيات وعشرات المعدات العسكرية المتواجدة في مأرب والتحرك بهم تجاه البيضاء، وهذا يكشف أزمة تسليح وتجنيد داخل صفوف الميليشيا الحوثية وتأكيد على هشاشة صفوفهم القتالية وسهولة سحقها بشكل سريع. موقع العربي الجديد تحدث عن الوضع الصحي المتدهور في اليمن وعن معاناة مرضى السرطان في اليمن وعجزهم عن إيجاد حلول كافية لمكافحة المرض. قال الموقع إن مرضى السرطان في اليمن يدفعون ضريبة الحرب بشكل مضاعف، حيث تحول آلاف المصابين إلى ضحايا منسيين في ظل عجز السلطات الصحية المحلية وانشغال المنظمات الدولية بمكافحة الأزمات الصحية الراهنة، لا سيما جائحة كورونا. أشار الموقع إلى العائلات الميسورة التي تلجأ إلى الخارج لتوفير العلاج، أما الغالبية العظمى فتستسلم لمصيرها وتلازم منازلها أو تلازم منازلها في انتظار الموت. قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك نحو 35 ألف مصاب بمرض السرطان في اليمن، حيث تم تسجيل إصابة 11 ألف حالة بمرض السرطان خلال العام 2020، منهم 1000 طفل، بينما يشكل 60% من المصابين ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عام. سرطان الجهاز الهضمي يسجل 80% من نسبة المصابين بالسرطان في اليمن، وذلك بسبب مضغ شجرة القات التي تحوي مواد كيميائية محرمة أو بمعنى أصح المبيدات. في الصحف الدولية، تحدثت صحيفة ستار التركية عن عمق الخلاف السعودي الإماراتي وتأثيراته المحتملة على الوضع في اليمن، حيث قالت الصحيفة إن العلاقات بين السعودية والإمارات تشهد تصدعات لأسباب مختلفة، لا سيما المصالح الاقتصادية بين البلدين، وأن هذه الخلافات أثرت بشكل متوازي على تدخلاتهم في اليمن. أشارت الصحيفة إلى أنه بعد دعوة الرياض جميع الأطراف للالتزام باتفاق الرياض، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في عدن والمدعومة من أبوظبي أنها فقدت
مقرا عسكريا في مدينة أبيان الجنوبية لصالح وحدات الجيش اليمني المدعوم سعوديا. وردا على ذلك، هددت قوات المجلس الانتقالي بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأن الطرف الآخر سيدفع الثمن. في الختام هذا الكركت.